هاي عندنا شجرة اللوسينيا أو اللونسيانا. هاي شجرة سريعة النمو وسريعة الانتشار، لأن هاي بذورها، هاي البذور بس تساقط تطلع. هاي البذور، هذا شكل البذور، هاي القرون، وهاي البذور، هذا شكل البذور. هاي البذور هسه بس تساقط تطلع، فهاي سريعة الانتشار. هاي تفيد للعلاف، تفيد يعني المواشي بيها، يعني فائدة يعني علاف وسريعة النمو. يعني هسه هاي مثل تزرعها هسه رقم مزروعات بسنادين، ونمو سريع ما شاء الله، شوف النمو كلش سريع. فتتحمل هاي، تتحمل أشد درجات الحرارة، ويعني حتى عطش ما عطش، نسبة عالية من الأملاح تتحمل، وكلش قوي. بس سريعة الانتشار، يعني هاي الشجرة سريعة الانتشار، يعني هاي البذور مالتها بس تساقط والأرض تطلع. أو مثلا الطيور، أمرار الطيور تنقل البذور مالتها، فتنزرع يعني مثلا أشجة تفيد يعني مصدات، شجرة قوية وسريعة، يعني مثلا تنمو مثلا أول سنة توصل مثل مترين 3 أمتار من تنزرع بال يعني البذور. فهاي الشجرة سريعة وتتحمل، ورقم ارتفاع درجات الحرارة والنمو، هذا النمو ما شاء الله، يعني النمو أخضر يعني كلش قوية. هاي الشجرة كلش قوية، هذا النمو، شوفوا هذا النمو، هاي نموات جديدة، يعني معناها هاي متكيفة بدرجات الحرارة المرتفعة، يعني ما تأثر عليها هاي الشجرة. بس ما تصلح يعني مثلا نزرعها مثلا الحديقة، نقدر نزرعها مثل متنزهات، بس يعني بيها يعني يصير أوراق تساقط، يعني يعني منظر يعني حلو هي، بس بيها سلبيات. فهي تنزرع يعني مثلا بالمصدات مع الريح، ما تفيد يعني مثلا بالحدائق، مع حدائق ما تنزرع. شجرة يعني ضخمة، تصير ضخمة، يعني توصل مثلا 8-10 أمتار، أكثر من 10 أمتار. فهاي الشجرة يعني ما تصلح للحدائق،